احنا في عزام القيس كل سنه نسوي الحفله الغنائيه نفس ما هي اللي عليه تكون حفله نهايه السنه. هالسنه احنا بغينا نغيرها وغيرنا فيها انها تكون حفله الاكسترافاغانزا، وطبعا غيرناها سويناها في المدرسه، وراح نهيئ جزء في المدرسه اللي يكون مكان مجهز للحفله، مسرح كامل راح ينبني حق الحفله وهذا كله. وطبعا الطلاب صار لهم 3 شهور 4 شهور تدريبات ما شاء الله عليهم. والحلو في الحفله ان احنا بغينا نسوي شيء راح يجمع الطلاب مع الاهالي، فجبنا اغاني من جيل سبيستون اللي هو الجيل حاليا مو قوي على سبيستون، لكن علمناهم اغاني نفس كابتن ماجد وموكلي اللي الاهالي وهم جالسين راح يعرفوها. وفوق هذا طبعا جبنا الاغاني من صوب الانجليزي اللي هي اغاني ليتل ميرميد، عروسة البحر، او فروزن وكذا، وجمجناهم مع الاغاني على اساس انه يكون عندنا عرض كامل طفولي حلو، انهم راح يستانسوا طبعا من مكياج للشعر للثياب للمسرح بنفسه مع الليتات وهم كيف يتحركوا على المسرح والرقصات اللي حسووها هذا كله. الازياء تصممت خصيصا للحفله. طبعا كل شيء احنا اخذنا الازياء نفسها من الافلام اللي احنا راح نسوي عليها، وبغينا نغيرها شويه نسويها على طريقه اي بي كيو. ومع هذا طبعا العرض راح يكون بس شويه تحت الساعتين مع فيهم فاصل للراحه شويه حق الاهالي. الدعوه طبعا احنا سوينا العرض يومين اللي هو تاريخ 6 و7 فبراير 2019، على اساس الدعوه تكون حق كل حد اللي حابب يشارك معنا. وطبعا الاهالي هم الاولويه لهم، والحمد لله الاهالي اوريدي عارفين وبداوا يشتروا هذا كله. والتذاكر موجوده في قسم الاستقبال، اول ما اي حد يجي على قسم الاستقبال يسالهم ان ابغى اشتري تذاكر للحفله الغنائيه، وهم راح يكلمونا، واحنا عندنا جزء داخل المبنى مهيئ لبيع تذاكر.